سوري لحقوق الإنسان السيد رامي عبد الرحمن. بداية سيد رامي أهلا بك، أشرتم إلى وجود أو وصول دفعة جديدة من المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، هل لك أن تحدثنا بتفاصيل أكثر عن هذه الدفعة، جنسياتهم، أعمارهم، عددهم، وهل بالفعل يوجد في هذه الدفعة أيضا أطفال أم لا؟ نعم نعم، مساء الخير. طبعا الأمر لم يعد يتعلق بحقيقة الأمر بأعداد المرتزقة الواصلين إلى ليبيا، الأمر يتعلق بأن العملية هي مستمرة من قبل المخابرات التركية، من قبل ما يعرف بوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة أو الجيش الوطني السوري المعارض، غير آبهين حقيقة الأمر لجميع النداءات الدولية بوقف عملية تجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا. إلا أن حقيقة الأمر أن السلطات التركية والمجموعات الموالية التركية هي مستمرة بهذه العملية عبر تجنيد المرتزقة من مخيمات النزوح داخل الأراضي السورية في إدلب، وإيهام الذين يريدون إرسال أبنائهم على أساس أنهم يرسلون للقتال أو لحماية حقيقة الأمر منشآت حكومية في قطر ضمن شركات أمنية. هذه المجموعة المكونة من نحو 120 مقاتلا جندت عبر سليمان شاه وسلطان مراد وفيلق الشام وأرسلت إلى تركيا في معسكر التدريب في تركيا. قيل لهم بأن الوجهة هي ليست قطر بل الوجهة هي ليبيا، والراتب الشهري هو ليس 3000 دولار مثل ما وعدوا بل هو 2000 دولار شهريا. يعني العملية مستمرة عبر ممول حكومة الوفاق، تمويل من قبل قطر لا نعلم، ولكن ما نعلمه بأن القوانين الدولية تستمر تركيا بخرقها غير أداء لكل النداءات الدولية. طيب برأيك سيد رامي، لماذا يصمت المجتمع الدولي حيال تركيا وإرسالها باستمرار للمزيد من المرتزقة والإرهابيين؟ مثلما صمد المجتمع الدولي حتى شهر أيلول سبتمبر من العام 2014 عندما بدأت عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، عندما كانت تدخل المخابرات التركية عشرات آلاف ما يعرف بالجهاديين لتدمير ثورة الشعب السوري إلى سوريا، وسيطرة هذا التنظيم المصنف إرهابيا وفق جميع المعايير الدولية على أكثر من نصف الأراضي السورية، وكان في فترة من الفترات يسيطر على 200 كيلومتر شريط حدودي مع تركيا، وتقوم تركيا بالتجارة مع هذا التنظيم. لكن على ما يبدو أن دور التنظيم انتهى. بعد ذلك تحدث المجتمع الدولي عن وجود هذه المجموعات التي دمرت الثورة السورية، واليوم ذات الشيء هناك من يريد أن يصمت على ما يجري من نقل المرتزقة إلى ليبيا إلى حين أن يأتي الوقت الذي سيتحدث به المجتمع الدولي عن دور تركيا بإرسال هذه المجموعات إلى ليبيا. طيب هل لك أن يكون لديكم إحصائية لأعداد القتلى المرتزقة؟ نعم، هناك نحو 481 أو أكثر من 480 قتيل بينهم عشرات الأطفال، ولكن حقيقة المجموعة 120 التي جندت وأرسلت إلى ليبيا خلال الأيام الفائتة كان هناك مجموعة من الأطفال الذين لا لاقت لهم ولا جمال سوى بأن القضية قضية عوز مالي يرسلون من أجله للقتال في ليبيا. طيب هل هناك جنسيات غير السورية والتونسية؟ نعم، يعني بالنسبة للمجموعات المتطرفة المصنفة إرهابيا دوليا، المجموعات الجهادية التي كانت مع القاعدة وتنظيم داعش، هناك نحو 10,000 مقاتل أو ما يزيد، بينهم نحو 2500 تونسي كانوا ادخلوا إلى الأراضي السورية عبر ليبيا وتركيا. أشكرك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.